الجزائر سيد الرئيس تولي أهمية كبيرة لبعدها الإفريقي، وتسجل حرص السيد رئيس الجمهورية على إسماع صوت إفريقيا في كل المناظر والمحافل الدولية، ونذكر بهذا الخصوص توجيه الدعوة لكل من السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، والسيد موسى لفكي رئيس مفوض الاتحاد الإفريقي لحضور أشغال الدورة 31 لجامعة الدول العربية التي انعقدت كما تعلمون بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الماضي. إن اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التي تجتمع اليوم أصبحت آلية مهمة سيد الرئيس ومحورية، لأنها استطاعت أن تؤسس لمرحلة جديدة للعمل الإفريقي خلال إخضاع كل النصوص والأنظمة الأساسية إلى القواعد القانونية والإجراءات التي سطرتها مؤسسات الاتحاد الإفريقي